تحيي الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة من سيدي بوزيد وتظاهرات مختلفة تخليدا للحدث وسط إجراءات أمنية مشددة. متابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المحاكم والسجون في تونس موضوع اجتماع لجنة القيادة لبرنامج إصلاح القضاء. توقيع اتفاق منتظر بين الفرقاء الليبيين في مدينة صفيرات المغربية برعاية أممية لتشكيل حكومة وفاق وطنية. نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم. 5 سنوات مرت على اندلاع شرارة الثورة، ففي مثل هذا اليوم من 5 سنوات أقدم محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه احتجاجا على ظروفه الاجتماعية، لتنطلق بعدها سلسلة احتجاجات في كامل تراب الجمهورية. لم يفلح نظام أنذاك في قمعها إلى أن أطاحت به في 14 جانفي 2011. ذات 17 ديسمبر انتهى اليأس بمحمد البوعزيزي الشاب التونسي إلى إضرام النار في جسده في سيدي بوزيد احتجاجا على ظروفه الاجتماعية. ذات 17 ديسمبر انطلقت الاحتجاجات بنار سرت في جسد شاب وامتدت إلى عديد المناطق التي ثارت على تفاقم البطالة وعلى الخصاصة وغياب العدالة الاجتماعية، ليصل صداها تدريجيا إلى العاصمة يوم وقف الألاف مرددين بصوت واحد ارحل لرأس النظام آنذاك. رحل بن علي، وبرحيله فك الشعب قيود الاستبداد وأغلاله ذات 14 جانفي ليصبح التاريخان متلازمان لثورة تعددت تسميتها لكنها الأقرب إلى ثورة الحرية والكرامة. اليوم وسيدي بوزيد تحيي هذه الذكرى، دعت الفروع الجهوية بسيدي بوزيد للمنظمات الراعية للحوار الوطني إلى اعتماد يوم 17 من ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا لثورة الحرية والكرامة. وذكرت فروع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ مشترك صادر بسيدي بوزيد أنه تخليدا لذكرى ثورة 17 من ديسمبر 2010 ثورة الحرية والكرامة، واحتفالا بهذه المناسبة التاريخية، دعت الأطراف الاجتماعية والمجتمعية العاملين والموظفين إلى تعليق العمل يوم 17 من ديسمبر 2015 باعتباره يوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا وجب الاحتفاء به حضورا ومشاركة. اليوم تمر 5 سنوات على الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة، 5 سنوات عاشت فيها تونس انتكاسات وحققت فيها نجاحات، لكن عديد الأسئلة ظلت عالقة. إذن تحيي سيدي بوزيد الذكرى الخامسة لاندلاع شرارة الثورة وسط إجماع من أهالي الجهة على أن منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمد لم يوفي الجهة حقها رغم ما تزخر به من إمكانيات طبيعية وبشرية هامة. الذكرى الخامسة لثورة 17 ديسمبر بسيدي بوزيد كانت احتجاجا في شكل احتفال، فقد عبر أهالي سيدي بوزيد عن امتعاضهم من عدم تحقيق أهداف الثورة وخاصة في منطقة سيدي بوزيد. اليوم سيدي بوزيد ما تطلبه هو أعطيني حقي في تاريخ الثورة، تهمشنا قبل تاريخيا ونعاود نتهمش من جديد، لكن ما نتصورش أن الناس اللي قدمت شهداء في الثورة، الناس اللي أشعلت شرارة الثورة، يستحيل أن باش تسكت ويستحيل أن باش تصمت معنا في يوم ما. احتفال واحتجاج أكثر من أنه يكون احتفال، ليه؟ على خاطر قلت لك ديجا ما تحقق حتى شيء، يجوا يأخذوا منه أصوات ننتخبوا ياخذوا منها اصوات يوصلوا للكراسي وعند تاني ينسوا ولايه سيدي بوزيد نهائيا. نحن انا ديجا اليوم جيت نتكلم باسم الاليه 20، خاطر الاليه 20 عملتوا فيها اتفاقيات وصلتوا 5 سنين، انسان تستغلوه 5 سنين ب 250 دينار خريج تعليم عالي من عائلات معوزه وعند التالي تجوا تلوحوه كان شيئا لم يكن. احنا نحتفلوا بالثوره ككل معناها اهالي سيدي بوزيد، لكن نحن نتسألوا في الثورة هذه الحكومات اللي تعاقبت علينا تعطينا 5% من البرامج اللي عملتها، لأنه الثورة في سيدي بوزيد قام بها البطاء وبقى بطاء. الشهايد العليا هاي المواطنين تسمع فيها، الشهايد العليا زادت كاثرت من كنا كذا كذا عدد الشهايد العليا ولينا أكثر من قبل. ما صور شيء الشباب عمل الثورة قاعد ثم
الحكومة ورئاسة الجمهورية ممثلتان في سعيدة قراش والطيب اليوسفي أكد أن زمن الوعود الكاذبة قد ولى وأن الحكومة تسعى جاهدة لإعطاء سيدي بوزيد حظها من التنمية. اليوم فما معناها إرادة صادقة وعزيمة قوية، مش باللغة الخشبية وباللغة الشعارات، إرادة صادقة وعزيمة قوية لاستحثاث نسق التنمية في سيدي بوزيد. وهنا وهذا علاش وخاصه هذه تنفيذا لمعناها ما جاء به الدستور وخاصه الفصل 12 اللي يتحدث على التمييز الايجابي للجهات، وسيدي بوزيد من بين الجهات المعنيه بالتمييز الايجابي لفائدتها، ويندرج في هذا السياق قرار السيد رئيس الحكومه بان تحتضن سيدي بوزيد المجلس الاعلى للجامعات المحليه. اللي نقدروا عليه كمؤسسه رئاسه ديما نعملوه هو دائما يذكر، وانا قلت بكري اللي هو يؤكد أنه سيدي بوزيد تواجه في حاجتين تحديين في نفس الوقت، الإرهاب، وأنتم تعرفوا قدمت العديد من الضحايا وواجهت الكثير من العمليات الإرهابية، وأيضا مسألة التنمية اللي هي أولوية، وما نجموش الزوز مسارات هذوما نفصلهم على بعضهم، يمشيوا بالتوازي. رغم الأجواء الاحتفالية التي طبعت ساحة الشهيد محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد، إلا أن الأهالي ما زالوا معبرين عن امتعاضهم واحتجاجهم في انتظار أن تحقق الحكومة مطالبهم. وللمزيد معنا مباشرة من سيدي بوزيد أيمن الرابعي. أيمن، كيف هي الأجواء الآن وفيما تتمثل أشكال إحياء الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة؟ انطلقت اليوم ليلة هذا الصباح إشارة انطلاق الدورة الخامسة لذكرى 17 ديسمبر، انطلقت بحضور السيدة لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة ووالي الجهة وبعض نواب الجهة، كما حضرت السيدة سعيدة قراش عن رئاسة الجمهورية والسيد الطيب اليوسفي عن رئاسة الحكومة. بعد ذلك بعد تحية العلم قامت انقطع أين سيتم إنشاء متحف يضم كل صور ومعالم الثورة التونسية. لمزيد التفاصيل معي ليلى السيد يوسف الجلالي المنسق الإعلامي لمهرجان 17 ديسمبر. سي يوسف، لو تعطينا أكثر تفاصيل عن البرنامج وبرنامج الدورة هذه. شكرا. أول حاجة انطلقت معناها برنامج 17 ديسمبر لإحياء الذكرى الخامسة بداية من يوم 16 من الأمس عبر عديد الأنشطة التثقيفية والتنشيطية، لكن اليوم هو بشكل رسمي وقع الافتتاح عبر مداخلات من الحضور الرسمي وبحضور جماهيري غفير وغفير جدا وبتغطية إعلامية كبيرة وخاصة من الإعلام الأجنبي، وهذا أساسا معناها يبين لنا مدى قيمة هذا الحدث التاريخي. لكن احنا ما زلنا نتناول هذا الحدث في إطار احتفال سيدي بوزيد وثورة سيدي بوزيد، وللأسف والأسف الشديد ما نسمعه من خطابات اليوم لا تعبر عن تطلعات وطموحات أبناء سيدي بوزيد وأبناء الجهات المفقرة والجهات المهمشة. لذلك أردنا حتى من طبيعة هذا المهرجان أن يكون مميزا خارج المألوف بعيدا عن الفلكلور والشعبوية والجانب التقليدي، حتى نضفي عليه طابعا مميزا يرتقي به إلى مهرجان دولي بكل معاني الكلمة. إلا أن العوائق كثيرة، عوائق مادية وعوائق لوجستية وعوائق حتى من الجوانب الأخرى، لكن اليوم أبناء سيدي بوزيد كانوا ينتظرون حلول الرئاسات الثلاث بعدما تم استدعائهم بصفة رسمية، إلا أن الدولة ما زالت لم تعترف بنا ولم تعترف ب 17 ديسمبر الذي نريده أن يكون. يوسف، لو تعطينا أكثر توضيحات مزيد تفاصيل على بقية البرنامج. لا والله تنعطوك مزيد تفاصيل، احنا نحب المهرجان هذا يكون مهرجان دولي، مهرجان 17 ديسمبر 2010 شأن وشأن 14 جانفي وكل المهرجانات الوطنية. احنا لا نطالب بشيء، ثم نطالب بتغيير معناه الوضعية اللي عليها سيدي بوزيد طيلة 5 سنوات. نحن لا نحمل المسؤولية لحد بقدر ما نحملها إلى كل معناها الحكومات المتعاقبة، والوضع بقي يروح مكانه. القضية ديما نقول لك راهو مش مهرجان معناها
المهرجان، يعني مش الفايدة أن نعمل مهرجان وذكرى وطبال بقدر ما هو مهرجان عنده بعد تنموي وفكري واقتصادي وأيضا تثقيفي. لذلك اليوم عنا فقرات إن شاء الله عنا ندوة بعد قليل الساعة الثانية هي تحت عنوان التمييز الإيجابي في الدستور التونسي، يلقيها الأستاذ زهر مبارك، يليها على الساعة السادسة مساء أمسية لفرقة جيل جلالة المغربية، إلى جانب عديد الفقرات الأخرى والندوات الفكرية التي ستتم من الغد. هذا ويجري في هذا اللحظة بالذات تكريم الرباعي للحوار بقصر السياح للمؤتمرات. لو تعطينا برنامج غدا وبعد غد. والله برنامج غدا الندوة أيضا تهم الإعلام، دور الإعلام في إرسال تنمية عادلة، وأيضا بعض الفرق الموسيقية مثل الأزهر الضاوي والشاعر علي زمور. وبعد الغد أيضا هناك ندوات فكرية وأيضا فرق موسيقية إلى ملتزمة، إلى جانب أنه عندنا فقرة إن شاء الله برنامج جديد هو انطلاق مهرجان نصف الماراثون الدولي الذي سينطلق يوم 20 ديسمبر، تشارك فيه عدائين مختلف أنحاء العالم، يكون الانطلاق من ضريح الشهيد محمد البعزيزي إلى وصول مكان احتراقه، وإن شاء الله يشاركوا فيه عدائين مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تكريم بعض الوجوه الرياضية في الكيك بوكسينج وفي الملاكمة. شكرا لك سيدي. شكرا. ليلى كان معي السيد يوسف الجلالي أعطانا بقية البرامج لليوم. نسيت حاجة ليلى، صباحا كان أيضا ممثل عن سفير فلسطين حاضر في الافتتاح اليوم الدورة الخامسة، كان التكريم لفلسطين والثورة الفلسطينية، وكان هناك مجسد للمسجد الأقصى في ساحة الشهيد محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد. هذه أهم أبرز التفاصيل اللي عندنا منذ الصباح إلى الآن. وفيك بالجديد كل ما كان لدينا ليلى. نعم شكرا جزيلا لك مفدى الأخبار إلى سيدي بوزيد أيمن الرابعي ولضيفك، وطبعا نعتذر عن الانقطاع الذي حصل خلال المداخلة. أول حراك ثوري خارج سيدي بوزيد كان من ولاية القصرين، حيث خرجت مسيرات حاشدة يقودها حقوقيون ونقابيون وممثلون عن مكونات المجتمع المدني رافعين شعارات منادية بالكرامة وبالتنمية والتشغيل. 17 عشر و2000 أضرم محمد البعزيزي النار في جسده، نيران تأجج لهيبها وأرسلت بين شظاياها دعوة إلى مكونات المجتمع المدني للتحرك ومنهضة الظلم وفك الحصار على سيدي بوزيد. فكانت أولى التحركات في القصرين منذ 19 ديسمبر، حيث أصدرت البيانات وخرج 12 محاميا شابا في مسيرة صامتة في 22 ديسمبر 10 و2000. رددنا شعارات وطنية، يعني أذكر منها يعني خبز وماء وبن علي لا، وشعارات حرية وكرامة وطنية في الطريق. كانوا ثم يعني مواطنين وثم في البعض من الشباب يعني التحموا معنا وترفعت الشعارات. خرجنا نحن كهيكل محامين يعني على جهة القصرين باش نعطوا الأمان لشباب القصرين، خاصة المنتفض واللي مازال مضغوط عليه من قبل قوات الأمن اللي كانت متواجدة بكثافة في جهة القصرين. تتالت المسيرات المناهضة للظلم منذ ذلك التاريخ، مسيرات اتحدت فيها الأصوات الحقوقية والنقابية والشعبية، ودخل عدد من الشبان في إضراب جوع وحشي بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد. جونا مجموعة من المحامين أمام ساحة الاتحاد لنا الجهوي للشغل بالقصرين، وتم رفع الشعارات فيها تنديد بقمع الحريات، فيها تنديد بالملاحقات السياسية للمناضلين الحقوقيين والسياسيين والنقابين في الفترة هذيك، وفيها مطالبة بالحقوق الاجتماعية للفئات المسحوقة اجتماعيا. أواخر ديسمبر استعملت القوات الأمنية رصاص الحي لتفريق المحتجين بمعتمدية فريانة، أصوات تعالت وقوبلت بالقمع من قبل الأمن الذي شدد حصاره على فريانة ومنع التدخلات الصحية لإسعاف ضحايا الرصاص الحي. تم تشكيل لجنة على أساس لمقابلة المعتمد وتبليغ الصوت أن مساندين رأينا ماناش خارجين في فوضى، وإذا بها تجابه بالبوب معناه وبالعصي في ساحة المعتمدية معناه بالكروموجين. من وقتها شعلت البلاد و
وتحرك الشباب والجماهير وتواصلت المسيرة حتى لليل، لأنه أول جريح وأول كرتوسة تصير في ولاية القصرين صارت في المنطقة هذه بالذات. الثالث من جان في 11 و2000 تحرك شباب تالا وتتالت المسيرات الليلية، مسيرات اشتدت حدتها مع توافد التعزيزات الأمنية من الولايات المجاورة، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع ونفذت سلسلة من المداهمات والإيقافات على أثر حرق دار التجمع. في 8 جانفي 11 و2000 أطلق الرصاص الحي بشكل مكثف لتفريق الشباب المنادي بإطلاق سراح الموقوفين، ليسقط أول شهيد بتالا محمد الجملي، وتتالت الصدمات لتسفك دماء الشهداء بكل من تالا والقصرين. مروان في هذا المكان بالذات مروان الجملي وهو أول شهيد في تالا يوم 8 قبل 8 متاع الليل بشوي، ومن ثم كانت المواجهات الدامية. أصوات نادت بإسقاط النظام وطالبت بحقها في الحياة، ورصاص وجه لإخماد ثورة شباب القصرين التي قدمت 20 شهيدا وأكثر من 1000 جريحا. ما يزال نيل الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام يحظى باهتمام العالم. كوريا الجنوبية من بين الدول الآسيوية التي شاركت تونس احتفالها بهذا الاستحقاق، وأعربت عن إعجابها بالمسار الديمقراطي الذي قاد تونس لنيل هذه الجائزة. احتفل أصدقاء تونس في سيئول بحصول منظمات أهلية تونسية على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 من خلال حفل استقبال أقامته سفارة الجمهورية التونسية لدى كوريا. نرد التحية بأجملها إلى كوريا ممثلة في برلمانها وحكومتها وشعبها باعتبارها من الدول التي هنأت تونس بحصولها على جائزة نوبل للسلام. وحضر الاحتفال ممثلون عن الحكومة الكورية وأعضاء في البرلمان وعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الكوري. لقد بدأ الربيع العربي عام 2011 وواجه التونسيون الكثير من الصعاب ومنها التفجيرات الإرهابية مؤخرا، ولكنهم تجاوزوا كل هذه العقبات كما يبدو واضحا من نيل جائزة نوبل للسلام، وهو أمر يعتبر رمزا لانتصار الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشهد الحضور تسجيلا لحفل تسليم جائزة نوبل للفائزين التونسيين، كما عرضت أيضا برامج تعريفية عن تونس وألقيت كلمات تناولت الأوضاع السياسية في البلاد بعد نجاح الحوار الوطني. أتقدم بالتهاني القلبية إلى الشعب التونسي بهذه المناسبة، إن هذا يذكرني بأننا في كوريا لم نحصل على الديمقراطية منذ أمد بعيد. وحظي فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام باهتمام كبير في الإعلام الكوري. إن قدرة التونسيين على تحقيق تناغم بين قوى سياسية مختلفة في مرحلة شديدة الصعوبة هو أمر مثير للإعجاب، وأعتقد أن على كوريا والعالم أن يتعلموا من تلك التجربة الفريدة. كما قارنت بعض وسائل الإعلام الكورية التطورات الحاصلة في تونس بنضال الشعب الكوري للتخلص من الحكم الدكتاتوري في ثمانينيات القرن الماضي. الديمقراطية الكورية التي رأت النور بدورها بعد عقود من النضال ضد استبداد عسكري تنظر بعين السرور لولادة شقيقة صغرى لها في مهد الربيع العربي، والكوريون يتطلعون لبناء علاقة شراكة تساهم في ترسيخ الاستقرار في تونس خلال المرحلة القادمة. نجيب الخش، مراسل التلفزة الوطنية التونسية في شرق آسيا. بشر رئيس الحكومة الحبيب الصيد وثمانية من وزرائه صباح اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية القيروان، تفقد في مستهلها المنطقة الصناعية وتحديدا مصنع الأحذية الألمانية السويسري الذي يشغل حوالي 1500 عامل. كما عين رئيس الحكومة أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين القيروان وشبيكة قبل أن يشرف على تدشين مشروع بناء إدارة ومبيت لفرقة مختصة في مكافحة الإرهاب، وتتواصل حاليا في مقر الولاية جلسة عمل وزارية تنظر في مشاغل الجهة.
مع تواتر الحديث في الأيام الأخيرة حول تحوير وزاري مرتقب في حكومة لحبيب الصيد، أكد رئيس الحكومة في حوار أجرته معه مجلة ليدرز أنه بعد مرور 10 أشهر على تشكيل الحكومة والمصادقة على ميزانية الدولة، بات من الضروري إجراء هذا التحوير الذي سيقوم وفق الصيد على أساس عنصرين هامين هما تقييم الأداء ومقتضيات المرحلة الراهنة. وعن ملامح هذا التحوير قال الصيد إنه سيقوم بمقتضاه بإعادة هيكلة وتعديل الفريق الحكومي وتقليص حجمه. مثلت متابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المحاكم والسجون في تونس مثلت محور اجتماع لجنة القيادة لبرنامج إصلاح القضاء، كما قدمت اللجنة التي حضرها وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني والوزير المستشار عن المفوضية الأوروبية وعدد من القضاة وممثلون عن الجمعية الناشطة في المجال القضائي والقانوني، قدمت جملة من التوصيات لمزيد تحسين برنامج إصلاح القضاء من خلال استعراض الدفعة الثانية من البرنامج التي سيتم الشروع فيها خلال السنة القادمة. قمنا عن طريق وزارة العدل بطبيعة الحال بإعداد استراتيجية للإصلاح، عرضنا هذه الاستراتيجية على عديد الدول الصديقة والشقيقة لتمويلها، فكان الحقيقة الاتحاد الأوروبي من أكثر يعني المانحين الأجانب تشجيعا لهذا المخطط الاستراتيجي، وتم إبرام اتفاقية تمويل في شكل هبة يعني ب 25 مليون أورو أي معادل 50 مليون دينار تونسي، وظفت لمشاريع البنية التحتية، ووظفت لبرنامج دعم تطوير المنظومة الإعلامية، ووظفت أيضا لتطوير قضاء الطفل بالتشارك مع مكتب المتحدة أو صندوق المتحدة للطفولة. أعلنت الهيئة التأسيسية لحزب حركة نداء تونس تبنيها لخريطة الطريق التي وضعتها لجنة 13 المكلفة من طرف الرئيس المؤسس للحزب. وعبرت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس في المقر المركزي للحزب برئاسة محمد الناصر، أعربت عن اقتناعها بأن المؤتمر القادم سينجز المهمات التنظيمية والسياسية الاستعجالية، وفي مقدمتها وضع الخطة السياسية المستقبلية وإعداد مؤتمر انتخابي يؤهل الحزب مواجهة الاستحقاقات القادمة. كما أعلنت أنها تفوض كامل الصلاحيات لهذه اللجنة لإعداد وتنظيم المؤتمر الأول وتمنحها السند القانوني والمالي لذلك. كلف وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي صبيحة اليوم متفقدين اثنين من التفقدية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري معمق ودقيق وميداني في الكاف بخصوص الظروف والملابسات التي أحاطت بإيقاف الفتاة عفراء بن عزة. وكان القائمون على حملة منيش مسامح قد أكدوا في بيان نشر على صفحة الرسمية للحملة أن التلميذة عفراء تم إيقافها لمشاركتها في احتجاجات ضد اعتزام هدم مقهى عتيق سياحي في الكاف. وذكر البيان ذات أنها تعرضت لاعتداءات مادية ومعنوية ومنعت حتى من الاتصال بمحاميها. في الأخبار العربية والدولية، من المنتظر أن يتم اليوم في مدينة الصخيرات المغربية وبرعاية منظمة الأمم المتحدة توقيع الاتفاق السياسي الليبي لتشكيل حكومة وفاق وطني. ويحضر الاجتماع وزراء خارجية دول عربية وأوروبية وممثلو منظمات إقليمية ودولية. اجتماع اليوم في مدينة الصخيرات المغربية قد يكون حاسما بشأن مستقبل ليبيا، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق سلام لتشكيل حكومة وفاق وطنية في اجتماع يضم الفرقاء الليبيين وبإشراف الأمم المتحدة. ورفض أعضاء البرلمان الليبي التصويت على تبني أو رفض اتفاق السلام، بينما قال نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس إن أعضاء البرلمان الذين سيوقعون على الاتفاق لا يملكون صفة شرعية للقيام بذلك. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قال خلال اجتماعه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في شرق ليبيا إن مجلس الأمن على استعداد لمساعدة حكومة موحدة في ليبيا لطرد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية من مناطق يسيطر عليها في ليبيا، مؤكدا أن توقيع الاتفاق في المغرب سيكون الخطوة الأولى لتنفيذ ذلك. توقيع الاتفاق سيكون الخطوة الأولى مهمة جدا، وسيكون حقا بداية معالجة قضية الأمن في هذا البلد، وهذا لا يمكن القيام به في الشرق فقط أو في الغرب فقط، بل يجب أن يكون في كامل البلاد. نحن في الواقع جادين لكي يكون لهذا الحوار نهاية ونتيجة مرضية للشعب الليبي، وأن يرفع الحظر سلاح من على كاهل الجيش الليبي.
فقط، ولهذا ستأتي الأسلحة ونقوم بالواجب الصحيح، وهذه المجموعات لا يمكن أن تمثل يعني القيمة اللي تخليها تبقى فترة طويلة. اتفاق وعلى أهميته بين الفرقاء الليبيين، فإنه لا يعد حسب ملاحظين ودبلوماسيين دوليين سوى خطوة أولى من عملية طويلة. وفي الملف السوري، وبينما تسعى الولايات المتحدة لاستصدار قرار دولي بشأن سوريا، أعلنت مصادر عسكرية أمريكية أن واشنطن زودت المعارضة السورية بكميات من الذخيرة استعدادا لخوض معركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. الرئيس الروسي أكد من جهته تواصل عمليات بلاده العسكرية في سوريا حتى إيجاد تسوية ترضي جميع أطراف الأزمة السورية. زودت واشنطن المعارضة السورية في شمال شرق سوريا بإمدادات من الذخيرة تمهيدا لشن معركة مرتقبة مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الشداد الاستراتيجية، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين طالبوا بعدم الكشف عن أسمائهم بسبب الطبيعة الدقيقة للعملية. المصادر نفسها أوضحت أن شحنة الذخيرة تم إدخالها إلى سوريا عن طريق البر خلال الأيام الماضية، وسلمت لقوات عربية سورية تقاتل في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد قوامها 5000 مقاتل، وتستعد هذه القوات للتحرك نحو مدينة الشداد الواقعة عند شبكة استراتيجية من الطرقات السريعة على أمل عزل مدينة الرقة معقل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. في الأثناء يستعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لترأس اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا لدعم جهود التعجيل بإنهاء الصراع في سوريا، بما في ذلك المفاوضات الرسمية الضرورية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة. تحرك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده له داعيا جميع الأطراف في الأزمة السورية إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل يرضي الجميع، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل جهودها في هذا الاتجاه. وخلال اللقاء الإعلامي السنوي أكد بوتين أيضا أن الضربات الروسية في سوريا متواصلة والدعم العسكري لقوات النظام السوري مستمر إلى حين التوصل إلى عملية انتقالية، مشيرا إلى زيادة في الوجود العسكري الروسي في هذا البلد إلى جانب نشر أنظمة دفاعية هناك. الرئيس الروسي جدد التأكيد أيضا على أن الشعب السوري وحده من يملك حق تقرير مصيره وقيادته في المستقبل، وهو ما ذهب إليه أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أبدى في مؤتمر صحفي رفضه رهن التقدم باتجاه تسوية سياسية للأزمة السورية بمصير الرئيس الحالي بشار الأسد. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إسقاط القاذفة الروسية هو عمل عدواني من قبل تركيا. وأضاف بوتين خلال افتتاح مؤتمره الصحفي الموسع الذي بات تقليدا سنويا يرد فيه على أكثر الأسئلة إلحاحا، أضاف أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع القيادة التركية الحالية وأنه لا يرى آفاقا للتعاون معها في المجال السياسي. وبشأن العلاقة مع أوكرانيا، جدد بوتين تأكيده عدم وجود قوات مسلحة نظامية الروسية شرق أوكرانيا. وفي اليمن، أعلنت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية أن الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ارتكبوا حوالي 150 انتهاكا للهدنة مع استمرار أعمال العنف في تعز وأحياء أخرى. يواجه وقف إطلاق النار في اليمن خطر الانهيار مع انطلاق محادثات في سويسرا بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في محاولة لوقف القتال المستمر منذ 9 أشهر والذي أسفر عن مقتل ما يقارب عن 6000 شخص وتشريد الملايين. وفي غضون ذلك، قال مسؤولون يمنيون محليون إن صفقة تبادل المئات من الأسرى بين حكومة عبد رب منصور هادي والحوثيين اكتملت. ومن جانبه، حذر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين من أن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن قد ينهار في أي لحظة، متهما على لسان المتحدث باسمه الحوثيين وأنصارهم بخرق الهدنة 150 مرة والتي انطلقت ظهر أول أمس الثلاثاء. من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن أمله في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار علامة على نهاية أعمال العنف المسلحة في اليمن والانتقال إلى تقدم يعتمد على المفاوضات والحوار.
ميدانيا ومع كل عملية قصف تشتد المعارك بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، حيث قتل فجر اليوم في تعز 8 مدنيين وأصيب العشرات جراء قصف مناطق سكنية وسقوط قذائف مدفعية ثقيلة في المدينة وأحياء أخرى في خرق متواصل لإعلان وقف إطلاق النار. في أخبار الرياضة، تدور بعد ظهر اليوم منافسات الدفعة الثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويسعى نادي الإفريقي لتحقيق انتصار غاب عنه منذ جولات عدة عندما يستضيف في ملعب المنزه مستقبل المرسى. وفي ملعب 15 أكتوبر يلاقي نادي البنزرتي ضيفه والملعب الجابسي، فيما يواجه مستقبل القصرين القوافل الرياضية بقفصة. توقفت مسيرة نجم رياضي الرادسي عند الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة الأنغولية لواندا حتى 20 من الشهر الجاري. وجاء انسحاب ممثل السلة التونسية في المسابقة بعد الهزيمة أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي ب 74 نقطة مقابل 49. إلى أخبار علمية الآن، فقد افتتح أمس في مدينة العلوم معرض علمي تفاعلي مؤقت للحيتان يتواصل إلى غاية 8 من شهر مايو القادم. معرض هو الأول من نوعه في تونس، يقدم معطيات حول طبيعة الحيتان في العالم. بشغف واهتمام ورغبة في الغوص في أسرار عالم الحيتانيات، يتجول الطفل فاضل صحبة والديه في أرجاء المعرض التفاعلي للحيتانيات بمدينة العلوم. معرض اعتبره رحلة ممتعة في عالم هذه الثدييات البحرية التي أضحى الانقراض يهدد وجودها. علمت كيفاش نميز الحوت والدفع وشنو الفرق ما بين السمك والحوت. ننصحهم يجيو خاطروا به ويتعلموا في برشا حاجة جديدة. معرض الكل عنده إضافة للوليد الصغير، فهمت؟ فبون جاني قال لي بابا راهو اليوم يبدا المعرض وحب يمشي قبل العطل. استقبال مدينة العلوم لهذا المعرض يمنح رواده فرصة التعرف على عالم هذا الكائن البحري من خلال منحوتات لعديد الحيتانيات البحرية في حجمها الحقيقي، وأحفورات لمجموعات نادرة وقع تركيبها، وعروض لأفلام سمعية وبصرية. تعمل المعرض هذايا في المتحف القومي للتاريخ الطبيعي بباريس، تعمل بشي معناتها للحفاظ على الحيتانيات اللي هما من الكائنات المهدد بالانقراض. دار العالم هو خاطر بما انه معرض مؤقت واليوم حتى الرحال في مدينه العلوم بتونس. المعرض فيه برشا محطة. واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى افتتاحه هذا المعرض ان مدينه العلوم حريصه على تنويع نشاطها بتنظيم معارض متنوعه المواضيع. معرض يعتبر معرض متنقل اللي هو مش يبقى مده ويقع تغييره. وطبعا الفضاء هذا احيانا فيه معارض اللي يقع استجلابها من الخارج وتكون على مواضيع علميه، واحيانا ايضا فما معارض هي تونسيه من انتاج سواء المدينه او من انتاج منظمه اخرى اللي هي تنجم تكون معناتها لي ديفيرون ديبارتمون. معرض الحيتانيات هو ايضا رحله مثيره لهذه الكائنات عبر الازمنه، رحله هي الاولى في تونس للتعرف على خصائص الحيتان وانواعها باحفورات حقيقيه تعود لاسلافها التي انقرضت، والتعرف على مختلف التهديدات التي تتعرض لها. في مصر وفي عالم الآثار، نأخذكم في جولة عبر أروقة المتحف المصري وسط القاهرة، حيث عاد القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى قاعة العرض المخصصة له في المتحف بعد عملية ترميم استغرقت 9 أسابيع على الأقل بمشاركة وفد ألماني. قناع الملك توت عنخ آمون أحد أشهر الآثار الفرعونية يلمع من جديد في رواق المتحف المصري بالقاهرة بعد عملية ترميم للذقن هي الثانية من نوعها منذ 90 عاما، حيث كانت أول عملية ترميم سنة 1925. القناع الذهبي الذي يزن 11 كيلوغراما خضع لعملية ترميم مشتركة قام بها فريق مصري ألماني، وتمت بطريقة علمية متقنة دون استخدام أي مواد كيميائية خلافا لعملية الترميم السابقة التي تمت في أوت سنة 14 و2000، استخدمت فيها مادة إيبوكسي اللاصقة التي تركت أثارا على الذقن.
ما كان مهم للغاية ليس قيم بعملية الترميم فقط، لكن الأهم يتمثل في فهم الشيء في طابع الأصلي، أي المواد التي صنع منها، التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في العصور القديمة. فإذا فهمنا كيف صنع الشيء في الأول، يمكن اختيار طريقة الترميم والحفاظ على التناغم مع طابع الأصلي. عملية الترميم وتثبيت الذقن على قناع الملك توت عنخ آمون التي استغرقت أكثر من شهرين حملت في طيتها كنزا أثريا جديدا فاجأ الفريق المصري الألماني. كنز يتمثل في أنبوب صغير من الذهب ليفتح الباب مجددا أمام البحث في أسرار الآثار المصرية ونفض الغبار عنها. في الختام إليكم تذكيرنا بالعناوين. تونس تحيي الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة من سيدي بوزيد وتظاهرات مختلفة تخليدا للحدث وسط إجراءات أمنية مشددة. متابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المحاكم والسجون في تونس موضوع اجتماع لجنة القيادة لبرنامج إصلاح القضاء. توقيع اتفاق منتظر بين الفرقاء الليبيين في مدينة صقيرات المغربية برعاية أممية لتشكيل حكومة وفاق وطنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.